السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا إخواني في الله رواد قناة بوستار، أتمنى لكم أن تكونوا في صحة وعافية. أشكر كل مشتركين في قناتي، وأتمنى أن أوفق في هذا الطرح وفي فيديوهاتي إلى غير ذلك. للإخوة الذين يشاهدون قناتي لأول مرة، أدعوكم للمشاركة تفعيل جرس التنبيهات وكذلك مشاركة هذه الفيديوهات لتعم بعض الفوائد التي نقدمها في هذا الفيديو. بحول الله سوف نتكلم عن طريقة شحن، وليس شحن يعني بطاقات أو ماستر كارد إلى الزكاة، وإنما شحن سيارات من الولايات المتحدة الأمريكية إلى بلدتك. وللأسف يعني نحن كجزائريين محرومون من هذه الخاصية، دولتين على ما أظن عربيتين التي لم أجدهم هنا هي الجزائر وموريتانيا على ما أظن. الجزائر لا توجد، مصر، تونس، المغرب، إمارات، اليمن، ليبيا، كذلك فلسطين، يعني جل الدول العربية موجودة هنا صف ألجيريا. ربما نحن من كوكب آخر، فالله أعلم، والخيرة فيما اختاره الله كما يقولون. لكن في هذا الفيديو سوف أريكم يعني الطريقة نموذجية دون يعني التعمق في بعض الأشياء، ولكن اسم الموقع كما تشاهدون سالفاج بيت هو هذا الموقع الذي يقدم هذه الخدمة، أي شراء سيارة مستعملة وطريقة شحنها عبر الميناء، الشحن عبر الميناء إخواني، أي عبر السفن. طيب الطريقة كيف إخواني؟ كما تشاهدون هنا يعني لا توجد أكثر من يوجد يعني قوارب، دراجات نارية، كذلك السيارات الدفع الرباعي إلى غير ذلك. يعني نحن فرضا نريد أن نطلب سيارة دفع رباعي، أضغط هنا إخواني، سأقوم بتحويلها. هنا المارك الخاص بالسيارات، مثال سيارة بي ام دبليو في، هنا يعني الموديل الخاص بهذه السيارة. يعني راح نضع all يعني كل الموديلات لكي يعني يكون لدينا خيارات أكثر في اختيار السيارات. هنا يعني السنة، يمكن أن تختار حسب السنة التي تريد، مثال من 2004 أو 2012 إلى 2018 أو 19، راح تكون 19. ثم بعدما اخترنا هذه الأمور، دقيقة، كما تشاهد الآن ظهرت البحث الآن، سبحان الله. أقوم بالعملية مرة ثانية، معي بي ام دبليو في اول، ابحث. كما تشاهدون تتم يعني خيارات كبيرة هنالك، يعني نفعل نفس المعلومات التي قدمناها، إلا أنها توجد بعض الأمور التي يمكنك إضافتها. لو ضغطنا هنا إخواني راح يعطيك مسافة خاصة بالميل. للعلم أن الميل مقابل كيلو، واحد ميل يساوي يعني تقريبا كيلو، أي 1600 متر، أي 1 كيلو، 1 كيلو زائد 600 متر، هذا الميل الواحد. طيب هنالك كما تشاهدون يعطيك رمز البريدي الخاص بالمنطقة. أنت مثلا تريد أن تشتري سيارة من نيويورك، فلهذا راح تدخل تكتب هذه العبارة. سوف أقوم بتغيير اللغة، كود زيب الخاص بولاية نيويورك، تقوم بالبحث عنها، هيعطيك الكود، هذا هو الكود، قم بوضعه هنا إخواني، ثم اختر هنا مثل المسافة القريبة أو البعيدة من نيويورك أو مدينة نيويورك، مثال 500. ثم هنا إذا أردت الشراء بالمزاد العلني، وإذا أردت الشراء مباشرة، مثال تريد أن تشتري مباشرة، ثم اضغط على شيرش والبحث. هنا سوف تأتيك قائمة من السيارات المعروضة، هذه السيارة يعني 2017 كما تشاهدون إكس وان، هنالك كذلك سيارات عديدة جدا. وتقوم هنا المبلغ للشراء الآن، يعني المبلغ إذا أردت أن تشتريه دون اللجوء إلى المزاد العلني، وهنا المبلغ العرض السعر الحالي. مثال راح ندخل على هذه السيارة إخواني لمشاهدة
هذه هي السيارة كما تشاهدون بي ام دبليو. نشاهد الضرر الموجود في هذه السيارة. تقريبا سيارة جميلة جدا كما تشاهدون، الشاصي الخاص بها، المحرك إلى غير ذلك. هنا كما تشاهدون يعني في حال إذا أردت أن تشتريها، يعني تشتريها الآن راح تكلفك 25,000 دولار. إذا أردت أن تشتريها يعني بالمزاد العالمي راح تقوم بدفع أكثر من المبلغ المتواجد هنا، يعني أكثر من هذا المبلغ، إضافة 500 أو 600 إلى غير ذلك. وهنا يقول لك لابد أن تضيف 14,000 دولار أو أكثر، لكي في حال يعني إذا ضفت هذا المبلغ هنا وبدأ العد التنازلي وانتهت هذا الزمن الخاص بالعد التنازلي، سوف تكون السيارة خاصة بك، وراح يعني هذا هو المبلغ الذي الخاص ب المبلغ الخاص بالمزاد العالمي الذي اشتريت به. سوف تقوم إذا هنا يعني آلة حاسبة. في حال يعني إذا اشتريت هذه السيارة شراء مباشر تقوم بالضغط هنا مبدئيا، راح تقوم بنزع المبلغ الخاص بالمزاد العالمي الذي هو 14,500، تقوم بوضع هنا صفر هكذا ثم تضغط أوكي. هنا تمكنك من المبلغ الذي يمكنك إضافته على المبلغ الذي اشتريت به. في حال إذا قمت بعملية الشراء مباشرة سوف تضيف على هذا المبلغ 470 إضافة إلى مبلغ الخاص بشحن السيارة. هنا نأتي إلى طريقة الشحن إخواني. كما تشاهدون لو دخلنا سوف نجد كثير من الدول العربية، البحرين، يعني كثير من الدول العربية إخواني، لبنان، جل الدول العربية، صوف، ألجيريا، إيجيبت، وهكذا مثال نذهب إلى إيجيبت. هنالك يعني قمت بتجربة أكثر من دولة عربية، ولكن يقول لك إنه شوبينج يعني الشحن ليس متوفر، ربما لأنني لم أقم بالتسجيل في هذا الحساب فلا أعرف، أو يكون يعني مؤقتا لأنني بعد وقت مضى دخلت ووجدت يعني الشحن للدول العربية متاح بدون أي مشاكل. مثلا نختار إيجيبت هكذا ثم نضغط هنا في الأسفل، يقول لك في إيجيبت يمكنك أن تقوم بالشحن إلى الموانئ مثل الإسكندرية كما تشاهد، بورسعيد إلى غير ذلك. مثال أنا راح أختار الإسكندرية ثم أذهب إلى الموانئ الخاصة بنيويورك بالولايات المتحدة التي يمكنك أن تشحن منها، مثال ميناء في نيويورك. أنت تقوم إذا في حال إذا أعطاك المبلغ الخاص بك ولم تجد عبارة نو شوبينج إلى غير ذلك، تقوم بالتغيير بين هذه الموانئ حتى تجد أرخص ما يعني الشحن الخاص بالميناء. على ما أظن لوس أنجلوس هو أو نيو جيرسي هو أرخص ميناء للعرض، ثم تقوم بالضغط هكذا. سوف تتيح لك هنا قائمة وتجد المبلغ الذي تضيفه الخاص إلى هذا المبلغ زائد هذا المبلغ وكذلك هذا المبلغ، المبلغ الخاص بشأن. هنالك رسومات خاصة بي، يعني الرسوم الذي فتحت به الحساب على ما أظن، وهنالك رسومات خاصة بتعديل الوثائق، أي تقوم بإعطائهم اسمك الحقيقي ليقومون بكتابة هذه السيارة على اسمك إلى غير ذلك. هذا يعني مجرد شرح، أنا لا أجبركم على اقتناء هذه السيارات، قد تجد فيها مشاكل. نأتي إلى الطرق، إلى المعلومات الخاصة بالسيارة. هنا كما تشاهدون على ما أظن هذا رقم ستوك أو المخزن الخاص بهذه السيارة. هنا سعر السيارة الحقيقي تقريبا 43,000 دولار. السيارة كما تشاهدون في حالة جيدة، في حالة تقريبا جديدة كما تشاهدون إخواني. كذلك يعني هذا الشاصي الخاص بها، هنا للماتريكيل، المسافات، عفوا المسافات التي خاصة التي قطعت مع هذه السيارة. هنا نوع الخسارة كاتب أخرى لم يقوم بتوضيح يعني أكسيدو إلى غير ذلك.
هنا العنوان الخاص بمالك هذه السيارة، يمكنك أن تقوم بالاطلاع عليه. هنا اللون إلى غير ذلك، الأبواب، المفاتيح تعمل، يعني يوجد مفاتيح تعمل. هنا أهم شيء إخواني، في بعض الأحيان تجد ران ولا تجد درايف، يعني السيارة فرضا إذا وجدت ران أو وجدت نو أو نوت، يعني إذا توجد ران يعني السيارة تشتغل ولكن في مكانها، إذا وجدت درايف يعني السيارة تشتغل وتمشي. يمكنك أن تقوم بتحريكها إلى غير ذلك. هذه يعني المعلومات الخاصة بطريقة الشحن إخواني، بيّنتها لكم في هذا الفيديو. أتمنى أن أكون وفقت في هذا الشرح. دائما كالعادة معكم أخوكم أمين أحمد. لا تنسونا من صالح الدعاء. في أمان الله وحفظه، وشكرا.